اليوم 9 ديسمبر 2019 كاين ايفينمون هكذا تاع غراف انا علاش راني فاتح فوالا انا فتحت باسكو انا مانيش خدام عند الدوله ولا راني خدام عند انا راني خدام عند روحي ولازم نفتح باسكو راني مخلص الكلاب دراهم عندي 30 مليون كلاب في الشهر لازم نفتح واحد ما حيبكي عليا والناس اللي دارت لا كلاب هاديه بالك تساعدهم وشكون راح ينضر في هذا شكون اللي راح ينضر في هذا لا كلاب هاديه شكون اللي اسكو تقيسهم هما لا كلاب هاديه جو بونس با انايا الشعب هو اللي ينضر الشعب هو اللي ينظر في هذا لاكراف هذه قراف جينيرال مليحه لو كان في البلايص وين ينقاسو هما وين ينقاسو هما ايه في بار اكزوم في البور ولا في المؤسسات الصحيحه تاع الدوله في صونات راه ما على باليش انا صح حانوت يبيع ما باليش انا اليمونطاسيون ولا حان بولونجي ولا يدير لاكراف مع فارماسي ان فوالا ماشي خدمه ما راكش وحدك اللي راك فاتح يعني الجي كاع راهي فاتحه الناس تفتح تخدم اختي واش الناس تخدم اختي ما دوك كش راح نقول نوصل لك الميساج اختي وما دوك كاين اللي فارينها ولا ما باليش انا كيفاش يغلق وما على باليش انا بصح كاين الناس لازم تخدم اختي كاين الناس عنده دراري عنده ما على باليش عنده امور عنده كيفاش يغلق نغلقو كامل ماشي افا ماشي حل ماشي هما ما ينضروش هما ما ينضروش من الاخر الشعب اللي ينضر انا دوك انا راني مع الشعب راني في وسط الشعب وما كاع فارينا دوك شما يسرى كاع يهربوا كاع يرفدوا باجاجهم ويقلعوا حنا نقعدوا هنا نتاكلوا بيناتنا نضربوا على الخبز وعلى القهوه والحليب ماشي حل انا ما انا في عقليتي ماشي حل بون السلام عليكم اليوم لو 9 ديسمبر فتحنا باسكو الناس كاع فتحت وفتحنا على خدامين الناس كاع فاتحين هنا قهوي كاع فتحوا وحنا كاع رانا مال حراك كي معايا هادي في واش نقدرش نقول لك انا حنا ما دابينا وكنغلقوا كاع الحوالي حنا كاع نديروا لا كاع فينا مين الناس يخدم كل واحد يخدم واحد ما يخدمش واحد الله غالب حنا نتبعوا كيما نقول لها الهوى